سريعا عن تواجدي في النادي، يعني طيب بداية الشغل. بداية الشغل، الصفقات اللي انت عملتها والاسماء دي كلها اسماء كبيرة وتشغل او ليها حيز كبير من حب جماهير النادي الاهلي. علي معلول مثلا هو واحدة من الصفقات السوبر ولاعب مخلص جدا 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 اعرف منك بقى الصفقة بتاعته تمت ازاي؟ تحب احكي لك سريعا بالبدايات ارجوك ارجوك اللعيبه ولا علي خصيصا نبدا بيه اللي انت عاوزه؟ يلا نبتدي بعلي وبعدين ناخدهم واحد واحد. احنا عندنا الشناوي وعندنا لعيبه جامده جدا يعني. هو علي كان اتفرج عليه المدير الفني في التوقيت ده، غالبا كان مستر باسيرو، وكان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره، وكان متحمس جدا ليه كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني كان بصراحه شايف ان اللعيب بوتنشال، فان هو يبقى موجود ده هتبقى قيمه كبيره، خاصه ان هو كان بيلعب باك ليفت وكان ساعتها مسجل حوالي فوق ال 15 جول، ايوه ضربات جزاء وضربات ثابته، فكان كابسيت شايف ان هو لعيب برومسنج عندنا. ايوه يعني كان عنده شرط جزائي في العادي بتاعه 500,000 دولار. تواصلنا مع النادي بشكل مباشر، يعني كان في مقترح ان احنا نحط فلوس الشرط الجزائي في اتحاد الكوره عندهم، ولكن بصراحه يعني المهندس محمود طاهر كان ساعتها قال لي احنا عايزين نشتغل بروفيشنال، وقيمه النادي الاهلي في الوسط وفي افريقيا والشرق الاوسط، هنتفاوض مع النادي بشكل مباشر، ولو في قيمه فوق الشرط الجزائي نقدر نعملها مفيش مشكله. كويس خلصنا الديل ب 700,000 دولار، زودنا 200,000 حفاظا على الشكل العام بتاع النادي الاهلي. ايوه وتواجد علي بصراحه هو شخصيه محترمه ومؤدب، وكان عنده طموح ان يبقى موجود في النادي الاهلي. كان جاله ساعتها احد الانديه في الدرجه الثانيه في فرنسا، هو فضل يبقى موجود في النادي الاهلي، هو اعلن الكلام ده. مفاوضاته يعني اخذت كتير علي معلول بصراحه لا، هو لان كلاعب يعني طلباته خالص خالص. لان هو يعني كان ساعتها في حد وكيل اسمه محمد حبشي، ايوه هو اللي كان متواصل مع النادي هناك، لان هو كان ليه علاقه برئيس النادي، وكان ايوه معانا برضو المستشار هشام عبد ربه، راجل محترم كان موجود معانا في النادي الاهلي ايوه اهلي بصفه رسميه، فكان برضو ليه تواصل مع الناس هناك. عملنا العقد وما كانش فيه تفاوض بشكل، لان احنا زودنا 200,000 دولار، فما كانش رقم كبير ساعتها. الكلام ده قبل التعويم يعني. ايوه والصفقه يعني مشيت نجحت، بسرعه، دي نجحت واحده من بسرعه. انجح واهم صفقات النادي الاهلي علي معلول لحد النهارده. لما الناس بتيجي تقول تتكلم على اللعيبه الاجانب المميزين علي معلول دي حقيقه من احسن رقم باكات مهم. الليفت اللي جت في مصر، وهو شخصيه محترمه صحيح وكان عنده طموح يبقى موجود في النادي، وكان في اجراءات لانديه من بره فرنسا، وتعرف التوانسه والمغاربه بيحبوا يميلوا شويه. الدايركشن بتاع فرنسا بحكم اللغه يعني، آه. لكن هو فضل يبقى موجود في النادي الاهلي، وما شاء الله هو ماشي بشكل كبير صحيح بشكل مؤثر معانا ومع المنتخب.